صالك هواية انت راعي ايه من كم سنة؟ هاي سنتين والله. شو اسمك؟ زين ميرزا الياس. كم خروف عندك؟ 35. 35. ايه هذا ليش قال له هاي ال هاي الكبش كبش؟ ايه منو رئيس مالهم؟ هاي شو اسمه؟ عبو. عقو؟ عبو عبو عبو. ايه يفهم؟ شوية. قول له بالله تقصير. عبو ايش قد عمره عبو؟ هاي؟ ايه 3 سنوات؟ ايه لا كورجر كوركا كورجر كيف خب الآلي ما سري خوراكا يا ها بروح كل بزاف اما اف شغلين مايا ما فرادي لي ميلا غير ما كنتش تبي دي داز مالا كبر لي شغل فكيف لي شنو هذا يا لو صار كيف هذا شهر لا ما برشا مثلا شنو ولا اش بطاليا بلعبك اش بطاليا تشتغل لا غير ما عندي بطالة مهد مثلا جغارة وانش خورت جغارة بطالة بلعبها مهد جغارة يا احنا بطالين ونعب على جغاير وهاي هجي درداء هجي درداء هواك يسدنا يبو دور دورة دادر واحد اللي خاص الله يصير هاي شيء يلف هذا خسر هذاك يا عمر عمر الجدار ابو هذا كيف خسر اشرح جبت تربلن جبت جبك بيت الخوارن تربلن يعني كم حضور كم خسر جبت جوت خوارن شيخ بدل حتى كنت جبت بنت شو بيجا هذا اللي علي بن كذب اللي ياخذ 35 من هاي الاحجار الصغار يعني خلي يقول بالكرديجي الربيجه انه هالقد اكو فراغ ونخلي واحد ترى شواه ونتخون كيكيت خوا بيجا بيت خوا كنت رجعي خوا اب سسينا اب سياك سياك خوا يب يبكيت خوا وبيجا كوفا بي هاكا هو بي اب بي خوا بدن بلا درسه كيف بدك بيقول ما يقدر ولكي ربط على انا عليكم كل يقول هذا شغل ما بطاري وما دست الجني داسي وما بجنجري يا بجري ما بجنجري هوري ونها نهو شغلك يمانينا نهو شغلك
بطارين ها بلعكيد هاينا ها شغل لعبا كورتا وكشا وطولادنا شغل منينا عرمينا فرادة حدنينا ما حالي برنجازي بطاري ها ما غير حالي برنجازي بطاري بجدة لو هاي كان احنا فلاليح ويحصى بالمجمعات احنا فلاليح ولا عدنا شي ولا عدنا قام ومن احنا بطارين الان هاي حتى يضيقنا يعني نعابة نعابة نزل فيه بشغلة هو كفقير واجب عليه مرتبة هي هاي بدي يعني كفقير شنو واجباتك تجاه الناس واجبتي الديني مثلا واجبتي الديني شيء مثلا واجبتي الديني مثلا هو الفقير والباش كان يبغى يمر بقى قال قال مثلا شغله هو مثلا شيء شغله شنو شغله الديني مثلا طريقه مثلا رياء فقيره مثلا يا فقيره لازم فقير همو صورتي همو ابن لباسه وان هيا هري خلمتي خلمتي تكين عبادات كين شغلي فقير هيا عيد المد باش قنا الروج المد باش قنا همو عادة ما ريها فقيرنا مثلا في بلدنا لا ممنوع ممنوع الريها بابتن سنبين لا كيرنا لازم كون بو بخل ما تجيب داست هم قريبين عن الجبل هم يزرعون يحصدون بالمنجل يعني ذاك الوقت هاي الشغلات ماكو يعني دوير ما جود هم عندهم غنم يعيشون هنا يعني قريبهم فوق الشارع ماكو قريب عن الجبل يعيشون هنا قرى القديمه منذ ما تركوا الجبل هنا صاروا عاطلين وقت هو أبدا تركوا هاتري بيشغل من البطالة شنو جاي بقى من البطالة من شكل هلا وسام شغلة هنا شغلة هنا من جاي من القرى حتى الآن قال إحنا بطالين ما يحبون يرجعوا هناك حتى يكون لهم وضع احسن يكون والنابي هو البقر نقول انت خذ بري مثلا وذي المجمعه خدمات شوارع قدما عندنا او انه قنج انه في مواد الدنا ما باشد اني كم موادنا دابنا ما هم مش نظام مواد الدنا ما يامي تشتغلنا من الدخل دي بس ايش صار عندنا دخل هات يبقى هم مو زين او شي زين قال احنا نريد هنا نعيش هالخيرات تجي من الدولة وهالمواد على بيت هالمواد فإحنا نعيش يعني نفهم من هذه المواد يعني إحنا فقروزنا كثير صعب يعني تفضل ببرر كالبجال داني برر داني كالبجال شاوي هلا من طين تسمعه؟ ولا ما اعرف. What do you say, mister? كيف يصنع ال كيف يعمل؟ وشو أبان شيء تكن؟ مثلا وشو أبان شيء تكن؟ بشيء تشتي؟ بالزبل. بالزبل من كنا نيفو متجبلين. لبناني زين. كيف لبناني؟ خي لبناني كيف؟ خلطة من ممكن تتكلم خلطة من التراب التراب الأحمر والقش ومع قليل من الماء حيث يصنع هاي اللبناء صلصال لبناء البيئة بعد اخذ بعد بالكاركتر بس براج دزارنا عادل